أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن من الأسماء والصفات من لا يعلم معناه إلا الراسخون في العلم. نعم. يقول ذكرتم حفظكم الله. إيه نعم. هناك أسماء أو صفات تحتاج إلى معرفة أهل العلم، مثل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذا يعني شوش على كثير من الناس اللي ما تمكنوا من العلم، لكن الراسخون في العلم بيّنوا هذا ووضحوه، ففيه أشياء تحتاج إلى الراسخين في العلم. نعم. فهل إذا كان الإنسان العادي لا يعلم معنى بعضها يفوض ذلك إلى الله؟ يسأل، ما هو بيفوض، يتعلم أول شيء، يتعلم فإن أدركها ولا يسأل أهل العلم. نعم.